أكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية أن المحافظة الجنوبية تشهد نموا وتقدما في المجالات الأمنية والاجتماعية والتنموية بفضل التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك خلال مشاركة سموه في اللقاء الذي عقد عن بعد مع عدد من المواطنين ضمن برنامج ترابط الذي يقيمه معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الداخلية، وفي إطار تنفيذ مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وتكريس قيم المواطنة بحرينونا. وأوضح سمو محافظ الجنوبية أن الركائز الثلاث الأمن والتواصل والتنمية تعد الأسس الراسخة والقواعد الأساسية لعمل المحافظة لتحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية لضمان مجتمع آمن ومتقدم ومستدام، إذ تحرص المحافظة على تلبية احتياجات الأهالي إيمانا بأن الالتقاء المباشر معهم وتقديم الخدمات اللازمة لهم هو النبراس الذي يقوم عليه عمل المحافظة. وأشار إلى أن الأمن ركيزة مهمة من ركائز التنمية وأولوية من أولويات عمل المحافظة الجنوبية من خلال تضافر الجهود الأمنية والتعاون المشترك، حيث تشرف اللجنة الأمنية للمحافظة على عدد من المبادرات والحملات الأمنية والوقائية والبرامج والتوصيات التي بلغ عددها في النصف الأول من عام 2019 نحو 24 توصية، وفي عام 2020 بلغت 30 توصية، بالإضافة إلى البرامج الأمنية الهادفة التي تطلقها المحافظة في هذا الجانب. وأضاف سموه أن المحافظة الجنوبية أطلقت العديد من القنوات للتواصل مع المواطنين، من بينها المجلس الأسبوعي والذي يعتبر منصة لرصد احتياجات وآراء المواطنين، حيث تلقت المحافظة 286 شكوى ومقترح في المجلس الأسبوعي منذ بداية 2019. وقال سموه إن المحافظة فعلت قنواتها الإلكترونية من خلال إطلاق تطبيق الجنوبية والذي يشمل العديد من المحتويات كمبادرة خيم التي انبثقت من التطبيق خلال موسم البر، وخدمة استثنائية وهي خدمة المحادثة الفورية، حيث تلقت المحافظة عبرها 4253 محادثة فورية مع المواطنين. وأشار سمو محافظ المحافظة الجنوبية إلى دور التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخاصة في متابعة مختلف المشاريع التنموية والحضارية التي تلبي رؤى وتطلعات الأهالي، وذلك من خلال المجلس التنسيقي للمحافظة الذي أصدر 33 توصية من خلال عقد 8 اجتماعات في دورتها الحالية، ما يعكس أهمية متابعة سير العمل في العديد من المشاريع وطرح مختلف الاحتياجات الخدمية الواردة من الأهالي، الأمر الذي جعل المحافظة تزخر بكبرى المشاريع التنموية. إن المحافظة الجنوبية تشهد نمواً وتقدماً في المجال الأمني والاجتماعي والتنموي، وذلك بفضل التوجيهات الكريمة لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، ومؤازرة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، تعمل المحافظة الجنوبية وفق هذه التوجيهات السديدة لاستكمال توفير الخدمات ومتابعة تنفيذ المشاريع الحيوية والمبادرات المجتمعية البناءة والمثمرة التي تعود بالمنفعة والخير لأهالي المحافظة الجنوبية. إن الركائز الثلاث الأمن والتواصل والتنمية تعد الأسس الراسخة والقواعد الأساسية لعمل المحافظة الجنوبية،
لتحقيق أهدافنا التنموية والاستراتيجية لضمان مجتمع آمن ومتقدم ومستدام، إذ تحرص المحافظة الجنوبية لتلبية احتياجات الأهالي إيماناً منا بأن الالتقاء المباشر مع الأهالي وتقديم الخدمات اللازمة لهم هو النبراس الذي يقوم عليه عمل المحافظة والنهج الذي تسير عليه المحافظة الجنوبية لتحقيق هذه الأسس الثلاث: الأمن والتواصل والتنمية. إن الأمن ركيزة من ركائز التنمية وأولوية من أولويات استراتيجية المحافظة الجنوبية، فبالأمن تتحقق التنمية في مجتمعنا، وللمحافظة دور محوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقر حفظه الله، حيث تعمل المحافظة بالشراكة والتعاون مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية بروح الفريق الواحد لتلبية احتياجات الأهالي الأمنية ولتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية